أهلا بكم. في تعليق على المشاكل بين وزارة النفط والشركات النفطية العاملة في كردستان العراق، أعلن شركة جيبسون دان القانونية الدولية الأمريكية أن بإمكان هذه الشركات أن ترفع قضايا في المحاكم الدولية وتطالب بعشرات المليارات كتعويضات من الحكومة في بغداد في حال أصرت الأخيرة على مساعيها لإلغاء عقودها في كردستان العراق. وقال شركة جيبسون دان أن كردستان هي جزء من العراق وعلى الحكومة أن تلتزم بالقوانين الدولية، خصوصا وأن وزارة النفط أصبحت تشكل تهديدا لبيئة عمل الشركات النفطية في كردستان العراق. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 300 ألف برميل يوميا ليكون رابع أكبر مصدر للنفط إليها. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا في الأسبوع الماضي انخفضت عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 362 ألف برميل يوميا. وأضافت أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول ارتفعت بمقدار 55 ألف برميل لليوم الواحد عن الأسبوع الذي سبقه. أعلنت جمعية النحالين في ديالى عن انخفاض منتوج العسل في المحافظة إلى أدنى مستوى له منذ 6 أعوام. وقالت جمعية النحالين إن ديالى تواجه تحديات خطيرة وحرجة بسبب تداعيات الجفاف الذي قلص المساحات الخضراء، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وبروز بعض الآفات الفتاكة لخلايا النحل مما قلل إنتاج العسل فيها. وأضافت أن إنتاج العسل خلال 2022 هو الأدنى منذ 6 سنوات، إضافة إلى ارتفاع وتيرة هجرة المهنة التي توارثتها أجيال في أكثر من 13 منطقة زراعية بديالى بسبب الخسائر المتراكمة. قررت الجزائر زيادة إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا بواقع 4 مليارات متر مكعب إضافية تزامنا مع أزمة الطاقة نتيجة للحرب الأوكرانية. وبحسب الاتفاق الجديد سيقوم مجمع سوناتراك الجزائري بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى مجمع إيني وشركائه الإيطاليين الآخرين بداية من الأسبوع المقبل. وسبق للجزائر التي تربطها علاقات مميزة بإيطاليا أن قامت بتزويد هذا البلد ب 13 مليار و900 مليون متر مكعب منذ مطلع السنة، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع ب 113%. كشفت تقارير اقتصادية عن وصول بعض الدول إلى حافة الهاوية واقتراب اقتصاداتها من الانهيار. وأكدت التقارير أن بعض الدول تخلفت بالفعل عن سداد ديونها، من بينها لبنان وسريلانكا وروسيا البيضاء وسورينام وزامبيا، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم والديون إلى تأجيج المخاوف من الانهيار الاقتصادي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.